هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. أي واحد من المكتبات أكرم يأخذ، ولكن هو تحمل المسؤولية دياله ونجح في الجمع العام خد الأم. من بعد نقدر نقول لك بأن لابيريود هذيك الشهرين من بعد طلوع دياله كرئيس، فسير الوداد بواحد الطريقة احترافية، لأنه مشى جاب مدرب غونومي مونديال بحال طوشاك، جاب لاعبين في المستوى كسعيدي كنقاش كنوصير الكردي، العديد من اللاعبين على ايين، بزاف اللاعبين اللي كانوا في المستوى وجابهم وصيفطهم يبريباريو في البرتغال. دونك ليكيب بروميير مع لونطرينور مشات بريباريو، بقى هو كيحل في المشاكل اللي دايره بالوداد داكشي. ملي كتجري الامور بهذه الطريقه وكتوقف على المسائل داكشي، فالموسم ما كانش يمكن يكون الا ناجح. فالوداد فاز بالبطوله، الموسم كان اسطوريك بتتويج كان جيد جدا في مدينه اكادير في الاخر ديال الموسم. وهذا من بعد بدا بعض التغيير في الشخصيه ديال سعيد نصير، لان سعيد نصيري حتى هو عاش شي تجارب اللي بدلت ليه النظره ديالو على الكره المغربيه وعلى 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 طريقه التسيير. فدخل ما يسمى بالتسيير الفردي. فاحنا الا بغينا ندوي على بيرون ديال سعيد نصيري غادي ندوي بطريقه عقلانيه. فكيف ما قلتي واحد الموضوع غادي نرجع ليه وعندك فيه الحق سي اسامه، هو ان اليوم للاسف مع لي ريزو سوسيو مع المواقع التواصل الاجتماعي بالامور الايجابيه ديالها وبالامور السلبيه ديالها، ولا واحد الظاهره كنعيشوها في هاد الربع سنين الاخيره هي عدم تقبل الراي الاخر. هذا هو المشكل. دابا انت عندك راي، انا عندي راي، يا اما خصك تكون بحالي في الراي يا اما خصني نضارب معك، اما تولي عدو. دابا هذا مشكل صراحه، هذا مشكل. حيت انا حاليا نقدر نتفق مع الفئه اللي باغا سعيد النصيري يبقى مع الاصلاح، ونقدر نتفق مع الفئه اللي كتقول سعيد النصيري خصو يمشي. ولكن خاص يكون غير نقاش. نقاش كتحط واحد لاباز سيونتيفيك، كتجبد لي زيليمون اللي دار هاد السيد كيحسبوا ليه ايجابيين، كتجبد الحوايج السلبيين، ومن بعد كيكون نقاش واش كاين بديل واش ما كاينش بديل، وبزاف الامور اللي كتدخل. ولكن خص النقاش يبقى في اطار ديال النقاش، ما يكون فيه لا صداع لا معيور لا اتهام حتى شي حاجه. سعيد النصيري الامور الايجابيه اللي عنده اللي كتحسب ليه هي لا ستابيليتي فينونسيال، هذا اول حاجه. حيت راه كيدبر لك شي واحد اللي يقول لك تجي في المغرب وتجيب كاع المشاريع ديال الدنيا وغادي تنجح، إذا ما كانش لا ستابيليتي فينونسيير واللاعب المغربي إذا ما تخلصش في الوقت وخد لي بريم ديالو في الوقت، أقسم بالله ما يضرب معاك الضربة. وهو قادر يربح وما غاديش يربح، للأسف هادشي كاين، وهادشي راه عايشينه وعارفينه بزاف الفرق فاهمين. دونك سعيد نصيري أول حاجة جاب هي لا ستابيليتي فينونسيير، اللعابة كانوا كيتخلصوا في الوقت، لي ترونش ديالهم في الوقت، بيان سور افيك ان ديكالاج، هذا شق مهم بزاف كيتحسب ليه. النقطة الثانية هي أن حاجه ما كنردوش ليها البال، هو ان لي غوسيت اكسبسيونيل ديال الوداد في الرابور فينونسي ديال 2018-2019، حيت هو اخر رابور اللي كاين بين يدينا لا نقدروا ندويو عليه ولا نبازيو عليه، كانت الوداد دارت 44 مليون ديال الدرهم من لي غوسيت اكسبسيونيل، يعني 4 مليار و400 ديال لي غوسيت اكسبسيونيل بارابور ان توتال برودوي ديال 81 مليون دو درهم، يعني 8 مليار ديال المداخيل الوداد فيها 44 مليون من لي غوسيت اكسبسيونيل. كاين اللي غيجي يقول لك بان هاد لي غوسيت اكسبسيونيل فهما كيبقاو اكسبسيونيل، يعني راه ماشي ثابتين في الوقت، غدا بعد غدا تقدر ما تجيبوش، ولكن اللي بازا عليه الاستراتيجي ديالو سعيد نصيري هو ان كيقول لك انا كل عام غادي ندير دومي فينال ديال الشامبيونز ليغ مينيموم، وديما كيديرها، غادي نقدر نشارك في كوب دي موند، غادي نقدر ندير عصبة الابطال، هادو ملي كتشديهم اوتوماتيكمون كدير بطوله عندك واحد 3.5 مليون، اوتوماتيكمون كتوصل دومي فينال عندك واحد 2 مليار، اوتوماتيكمون كتشارك في كاس العالم عندك واحد 2 مليار. هاد المداخيل هادو راه جاو بالريزولتا سبورتيف، بالاضافه لهذا الشيء كاين لا بلو فالو في لافون ديال لي جوار. ف مالغري كاع هادشي اللي واقع حاليا واللي كنشوفوه واللي ما عاجبش الناس، ولكن راه نقدروا بان نقولوا بان الوداد حاليا كتعرفش بها اللعابه ديالها، حيت بعنا ايفونا جبناه بواحد لا صوم قليله وبعناه بجوج مليار بنشر وي مي قلت لك جبناه بصوم قليله وبعناه بصوم كبيره، جبناه بن شرقي بعناه بصوم كبيره، حداد تماما وناجم تماما داري تماما كرشي حتى هو. دونك كاين واحد لو سافوار فير ولا في لافونت ديال لي جوار. اي غادي ندوي دابا على لي ريزولتا سبورتيف. لي ريزولتا سبورتيف سعيد النصيري فهاد 9 سنوات ديالو فزنا معاه ب 8 الالقاب، 5 الالقاب ديال البطوله، 2 الالقاب ديال عصبه الابطال، سوبر كوب. هاد البيرون هذا ما يمكنش نجيو نسخروه،
باش تكونوا واضحين. كاينه غير باش على النقطه حيت كاين فهاد 9 سنوات دخلنا 33 منافسه. كاين هذه ما حكيناش المعلومات. ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.